بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أحبائي في هذا الفيديو اللي عايز أتكلم فيه على أحد التصميمات التجريبية اللي بيستخدم بكثرة في مجال العلوم الإنسانية بصورة خاصة في كليات التربية تخصصاتها المختلفة، نفس تربوي، صحة نفسية، تكنولوجيا، تعليم، مناهج ودكتور. كل التخصصات التربوية اللي بتعمل بحوث بتستخدم فيها منهج تجريبي غالبا بتستخدم هذا التصميم التجريبي اللي هو مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة وقياس قبلي وقياس بعدي. طبعا في بعض أو في كتير مننا بيعمل كمان فولو أب أو ما يسمى قياس تتبعي، بس دي هنخليها لفيديو آخر. أنا اللي عايز أركز عليه النهارده هو التصميم التجريبي اللي بيتضمن القياس القبلي والقياس البعدي مع وجود مجموعة ضابطة. وعايز أتكلم على كيفية التحليل الإحصائي، لأن زي ما هقول لحضراتكم وهتشوفوا حضراتكم وكلكم يمكن تعرفوا الكلام ده، إن في أسلوب واحد شائع في التعامل مع هذا التصميم التجريبي. هذا الأسلوب يعني وفقا للأدبيات وما هو موجود في الليتريتشرز المختلفة ليس هو الأمثل على الإطلاق إلا في حالات ضيقة وضيقة جدا، إلا إن هو المستخدم. أنا عايز أوضح أحد الطرق البديلة والأصح والأفضل، هي الدرجة المكتسبة، وهوضح لحضراتكم مقصود بيها إيه وأوضح لحضراتكم هي المشكلة. معاكم أستاذ الدكتور محمد حبش حسين، أستاذ الإحصاء والقياس النفسي والتربوي، كلية التربية جامعة اسكندرية. زي ما بقول لك، عجبك الفيديو اعمل له لايك، تعرف حد يستفيد بيعمل له شير في جميع الأحوال، أوعى تنسى تعمل سبسكرايب توصل لك جميع فيديوهاتنا. تعالى بسرعة عشان أتمنى إن الفيديو ما يطولش. ببساطة التصميمات التجريبية في كتاب شهير جدا، هو طبعا كان أصلا شابتر في أحد الكتب، ثم هذا الشابتر تم يعني اجتزاؤه من الكتاب ده، هو وتم نشره في العديد من المرات كأنه كتاب منفصل يعني، وهو لي كامبل أند ستانلي، وهو كان الشابتر 5 في كتاب الريسيرش ميثود ان تيتشنج. ثم بعد كده زي ما قلت ان اصبح ده بيطبع في حد ذاته، هذا الشابتر اللي هو او هذا الكتاب اللي هو اصلا كان شابتر في كتاب اخر. كامبل اند ستانلي طبعا دي من الكتب او دي من المراجع المهمه جدا في الاكسبيرمنتال اند كوازي اكسبيرمنتال، زي ما كنت بسميها كوازاي اكسبيرمنتال كوازي اكسبيرمنتال ديزاين زي ما تحب تسميها. قدم في حاجة أنا يهمني برضو حضراتكم تعرفوها، اللي هي فكرة التصميمات التجريبية. قدم 6 تصميمات تجريبية، 3 منهم أطلق عليهم بري اكسبيرمنتال ديزاين اللي هي ما قبل التصميمات التجريبية. وليه أنا بأكد على الفكرة دي؟ عايز أكد عليها لأن في كلام يعني إلى حد ما بيقال حوالين التصميم ده، اللي هو One Group Pre-Test Post-Test Design، تصميم التجربة المجموعة الواحدة القياس القبلي والبعدي. هو شايفه أو هو صنفه على أنه Pre-Experimental Design، تصميم ما قبل التصميمات التجريبية، وده لأنه تصميم مليء بالعيوب وفقا لهذا الكتاب. بالرغم أن بعض الزملاء الأساتذة وأساتذتي بيرى أن هذا التصميم هو مناسب وقد يكون بيقارنه بال البري تيست بوست تيست كنترول جروب ديزاين اللي هو موجود فين يا جماعه، اللي هو موجود رقم 4 ده، اللي هو كامبل اند ستانلي سماه ايه، ترو اكسبيرمنتال ديزاين. ده واحد منهم اللي هو رقم 4. في 2 تانيين هنبقى نتكلم عليهم في وقتها، لكن لانه اقل انتشار عشان كده باجلهم. لكن عايز اكد بس على المعلومه دي يا جماعه، وان جروب بري تيست بوست تيست ديزاين ده تصميم ضعيف، تصميم ضعيف، لأنه كل المشاكل المتعلقة بالصدق الداخلي لهذا التصميم التجريبي مليئة بالمشاكل. عنده مشاكل كتيرة جدا متعلقة بالصدق الداخلي، والناس فاهمة الانترنال فاليديتي، ما تصميم الصدق الداخلي للتجربة. هذا التصميم التجريبي يفشل في ضبط العديد أو مصادر التهديد للصدق الداخلي للتجربة. وبرضه بالشيء يذكر، الصدق الداخلي للتجربة مقصود به إن احنا نكون واثقين أن التأثير الذي نشاهده في المتغير التابع هو نتيجة التريتمنت أو المعالجة، على عكس الاكسترنال فاليديتي للتجربة، الاكسترنال فاليديتي وهو تعميم النتائج اللي بنخرج منها التجربة على المجتمع. وللأسف سمعت أحد الطالبات وهي بتقول، طبعا بتنقل الكلام ده على أساس آخرين، بيقول مش حاجة اسمها تعميم في الدراسة التجريبية، مش حاجة اسمها تعميم، مش حاجة اسمها تعميم، وما أنا عاملة التجربة لمين يعني؟ عاملة التجربة عشان أخلي بيها تنتفع بيها الخمس ست انفار أو العشرة طبقت عليهم التجربة هم دولت وبعد كده أخدها أرميها في أي حتة؟ لا طبعا الكلام ده غير صحيح. صحيح في علاقة عكسية
بين الانترنال فاليديتي والاكسترنال فاليديتي، كل ما بتعمل ضبط تجريبي عشان تضمن الصدق الداخلي، كل ده ما بيقلل امكانيه تعميم نتائجك. دي حقيقه، لكن ما اقدرش اقول ان ما فيهاش. مره تانية بس خلوني في النقطه دي واكد، لان الكتاب الكامبل اند ستانلي الكتاب ده بيعتبر من التصنيفات ان الكتب جيده جدا، ان بتكون ممتازه فيه وكتير جدا. اي حد بيتكلم اكسبيرمنتال ديزاين لازم يكمل على الكامبل اند ستانلي. زي ما قلت ده كان شابتر الخامس في كتاب، ثم تم اجتزائه، هم 88 صفحه تم اجتزاء هذا الفصل وطبع كانه كتاب منفصل، ثم تم عده طبعات. برضو باكد على فكره ان البري تيست بوست تيست كنترول جروب ديزاين، هذا التصميم التجريبي ده تمام، اللي هو ده هو بتاعنا ده اللي انا بتكلم عليه، ده يعتبر ترو اكسبيرمنتال ديزاين. ترو اكسبيرمنتال ديزاين، انا طبعا زي ما قلت ليس هدفي المقارنه بين التصميمات التجريبيه والى اخره، لكن زي ما انتم شايفين كنترول في الانترنال فاليديتي ده بيتحكم في الصدق الداخلي، طبعا هو عاطي مؤشرات صح جدا على هذا التصميم التجريبي اللي هو بري تيست بوست تيست كنترول جروب ديزاين. مهم جدا لان الكنترول جروب ديزاين دي مهمه جدا، لانها هي دي اللي بتضمن لك الصدق الداخلي، وانك انت اي مشاهدات او اي اختلافات تقدر ترجعها بدقه الى المتغير التجريبي. طيب خلينا بس كده في هذا الكتاب زي ما قلت اتكلم على الاكسبيرمنتال البري تيست بوست تيست كنترول جروب، ودايما او في الكتاب ده استخدم النوتيشنز اللي هوضحها لحضراتكم، الرموز المستخدمه دي. اولا الار بترمز الى الراندمايزيشن العشوائيه، ودي قضيه خطيره جدا في بحوثنا التربويه، هبقى اتكلم عليها بشكل سريع. هل اللي موجودين في المجموعه التجريبيه واكس هنا بترمز الى المتغير التجريبي، وبالتالي المجموعه اللي هي هتبقى ديت تبقى دي المجموعة التجريبية. ليه؟ لأن دي تعرضت للمتغير التجريبي. أمال إيه الـO1؟ الـO1 ده معناه القياس القبلي، والـO2 ده معناه القياس البعدي، دي المجموعة التجريبية. المجموعة الضابطة لم تتعرض إلى شيء، لم تتعرض إلى شيء، وذلك إكس اختفت هنا، ويبقى دي عندنا هي دي المجموعة الإيه؟ الضابطة. قياس قبلي للمجموعة الضابطة وقياس بعدي للمجموعة الضابطة. قياس قبلي للمجموعة الضابطة وقياس بعدي للمجموعة الضابطة. تمام؟ السؤال اللي احنا دايما بنسأله، هل يا ترى بيتم التوزيع العشوائي للعينة بتاعتنا او للافراد اللي بيشاركوا في المجموعة التجريبية والافراد اللي بيشاركوا في المجموعة الضابطة بطريقة عشوائية؟ خلي بالك ما تخلطش ما بين تقول لي ان انا بروح مدرسة او بخش مستشفى او بروح مصنع واخد سيكشن او اخد مثلا فصل دراسي واقول ده هيكون مين، هيكون الفصل التجريبي ومين هيكون الضابط، انا بعملها عشوائية. هو انت بتحلل بعد كده درجة الفصل كله ولا تاخد درجة كل طالب داخل هذا الفصل؟ اذا وحدة التحليل الاحصائي بتاعتك ليست هي الفصل. وبرضه كامبل اند ستانلي اتكلم عن النقطة دي وقال دي مشكلة ان انت تقول ان انت لان في المدارس، وطبعا الكتاب او الفصل ده كان بيركز قوي على التجربة على التجارب في المدارس وفي المؤسسة التعليمية، فبيقول ان احنا ده وده من وجهة نظر وده من وجهة نظري ايضا. ايه الفرق بين التصميم التجريبي والتصميم شبه التجريبي؟ مش لان انا بضبط اكتر هنا، لا لا لا، الكلام ده غير صحيح بالمره. يعني الادق هو ان في التوزيع العشوائي، اذا كانت افراد المجموعه التجريبيه وافراد المجموعه الضابطه تم اختيارهم بطريقه تم توزيعهم على المجموعتين بطريقه عشوائيه، يبقى اذا انت في الاكسبيرمنتال ديزاين. اما اذا كنت حضرتك التوزيع لم يتم بصوره عشوائيه، يبقى اذا انت في الكوازي اكسبيرمنتال ديزاين او كوازاي اكسبيرمنتال ديزاين. النقطه هنا المهمه اللي انا عايز اكد عليها فكره ايه، اذا كنت حضرتك رحت مدرسه عشان خاطر يعني انك انت تعمل تجربه، يبقى المفروض يطلع لك مثلا عندك في التجربه في 20 طالب في التجريبيه و20 طالب في الضابطه. لو كنت اخترت ال20 دول بعشوائيه، يبقى اتنين منهم من فصل ثالثه اول، وثلاثه مش عارف من فصل ثالثه ثاني، واربعه من فصل ثالثه خامس، ده المفروض. لكن ده ما بيحصلش، انت بتختار وحده كاملة. إذن مش عايز برضو أخش في ديتيلز، لكن العشوائية غير متوافرة، ولذلك بعض الناس وإحنا في دراسة في بحوثنا في مجال التربية بحوثنا تجريبية ولا شبه تجريبية؟ لا، هي شبه تجريبية، مش عشان إن إحنا ما عندناش ضبط ولا إن إحنا، لا لا لا، علشان إحنا ما بنقدرش نوزع الناس بطريقة عشوائية. طيب في ضوء الكلام ده هو
وبشكل سريع ادي التصميم التجريبي. طب التحليل الاحصائي بتاعه ازاي؟ برضه هوضح لحضراتكم التحليل الاحصائي اللي ده الهدف من الفيديو ده. الهدف من الفيديو ده في احد المراجع الاخرى بدا يقول ايه، اخذ نفس الكوتيشن ده وقال في ناس بتعمل الاتي، في ناس بتستخدم تي تيست بس على القياس البعدي فقط، وفي ناس بتستخدم تي تيست على القياس القبلي وعلى القياس البعدي، يعني بيقارن المجموعه التجريبيه والمجموعه الضبطه في القبلي والمجموعه التجريبيه والمجموعه الضبطه في البعدي. طبعا ايه ده اللي احنا بنعمله، اللي احنا بيعمله 99% من الناس. لكن في حاجه تانية بقى بعد كده ما لا تستخدم، في ناس بتتعامل مع الجين سكور، والجين سكور هي الدرجات المكتسبه، يعني اجيب الفرق بين القبلي والبعدي للمجموعه التجريبيه والفرق بين القبلي والبعدي للمجموعه الضبطه واقارن بينهم. في تقسيم اخر وده الادق من رقم 4، ان انا بقارن القياس القبلي للمجموعه التجريبيه والمجموعه الضبطه، ثم بعد كده بجيب كمان ايه، بجيب الجين سكور، يعني بطبق تي تيست مرتين، مره على الجين سكورز على الدرجات ومره كمان على القياس القبلي. ليه؟ لان لو كان في فرق بين القياس القبلي يبقى اذا قد يكون الجين سكور دي مناسبه وقد تكون غير مناسبه. خلي بالك الجين سكور هي الدرجات المكتسبه اللي هي موضوع الفيديو بتاعنا، وهي الفرق بين القياس القبلي والقياس البعدي. في تقسيم ان انا اعمل الكلام اعتمد على النسب، يعني اقسم مثلا درجه القياس القبلي لكل شخص على درجه القياس البعدي، اسف البعدي على القبلي للتجريبيه والبعدي على القبلي واقارن ده بتي تيست. دي اللي بتعتمد على البرسنتج تشينج، طبعا دي اسمها الجين سكور. ده الكتب اللي بتقول كده. انا مستغرب والله، يعني فعلا واحد بيستغرب، يعني فعلا مش قادر افهم. احنا اصبحنا بنستخدم في بحوثنا اشياء وما حد، يعني هذه مقالات على فكره ليست جديده، في صحيح مقالات جديده كلمت واكدها نفس الفكره، لكن المقالات دي في التسعينات 96 وكامبل اند ستانلي لما اتكلم على الجين سكور زي ما حضراتكم هتشوفوا حالا دلوقتي، وقال ان دي الطريقه الاكثر قبولا. الكلام ده في سنه 63، يعني ممكن يكون مش انتم ما تولدتوش، ممكن يكون ابائكم ما تولدوش ساعتها، يعني انا مش فاهم. ومع ذلك بتجد اللي موجود في الرسائل الماجستير والدكتوراه وبحوث ما بعد الماجستير وبحوث الدكتوراه هو الكلام اللي موجود اللي هو ده، وكأن الناس لا تقرأ، يعني كأن الناس لا تقرأ، كأن الناس لا تقرأ. وإذا طبعا جيت النهاردة طالب ماجستير أو طالب دكتوراه، ويمكن عمل اللي أنا هقوله النهاردة ده، البعض قد ينتقد يقول لي جبت الكلام ده منين. أنا أسأل هو أنت جبت الكلام ده منين، أنت سعادتك جبت الكلام ده منين. يعني التي تيست دي لقياس قبلي وقياس بعدي دي تصلح في موقف محدود جدا، في حالة محدودة جدا، وهي عندما لا يكون هناك علاقة بين القياس القبلي والقياس البعدي، ويكون ده كل قيم القياس البعدي أعلى من قيم القياس القبلي، ارتباط بصفر. طبعا دي حالة نادرة جدا، دايما الدرجات في القياس القبلي بترتبط بالبعدي، ولذلك بيبقى في حلول مختلفة. برضو خلينا نرجع مرة تانية، ان الجين سكورز او ان انا اتكلم على البيرسنت تشينج، انا كلامي النهارده على الجين سكور، والجين سكور بيجاب ازاي هوضحه لحضراتكم بشكل، طبعا شوف مثال طبعا برنامج الاس بي اس اس. طيب في ضوء الكلام ده، هو المعالجه الاحصائيه التقليديه اللي معظمنا بيعملها اللي هي ايه، اجي بجيب القياس القبلي بعمل تي تيست هنا وبروح القياس البعدي. طبعا لو كان، طبعا دي الاصنام الجاهليه بقى، لو كان الفرق بين القبلي والبعدي مفيش فروق يبقى نستخدم تي تيست على البعدي. يعني كاني بقول ان الفروق ديت يطلع مثلا درجتين درجه بس، مش داله احصائيا. طالما مش داله احصائيا يبقى كانها غير موجوده. هذا الكلام خاطئ، مش لانها غير داله احصائيا يبقى انها غير موجوده، لا. انا دايما بشبه الكلام ده بان اتنين نازلين سباق، واحد متقدم على التاني بخطوتين، بيقول له ايه ده؟ يعني ازاي ليه مقدمه خطوتين؟ مش فيها، ما تقلقش، هو مش هيكسبك بالخطوتين دول، ده لازم يزود عليهم كذا. ايوه زود عليهم او ما يزودش عليهم مش هي دي القضيه، القضيه ان هو كان في فرق وما ينفعش ان احنا نتجاهله. طبعا ده الكلام التقليدي، يبقى الكلام التقليدي بيقول ايه؟ بيقول بنشوف الفرق بين هنا وهنا ونطلع غير دال، ونجيب الفرق بين هنا وهنا ونطلع ان هو دال. طبعا هذا الكلام تمام، تجاهل هذا الفرق طالما ان هو غير دال، كلام غير علمي وغير منطقي، كلام غير علمي وغير منطقي. طبعا ممكن ندي ارقام، مش بس حكايه الجين سكور دي، هنشوفها طبعا بمثال يوضح لحضراتكم الكلام ده.
ده الكلام التقليدي، الكلام التقليدي. ايه الخطأ في هذه المعالجة؟ هو تجاهل الفرق الذي يوجد في البداية، تجاهله. مش بس كده يا جماعة، مش بس كده. مين اللي قال لحضرتك ان اللي هيبدأ، ان لو كان في علاقة بين القياس القبلي والقياس البعدي، يبقى اللي هيبدأ هنا مش بس الميزة، ده كمان هيبقى أسرع في استفادته من نتائج تجربتك. يعني انت حطيت للناس، هو الفرق بينه كده، زي ما بتعمل مثلا، انا عامل نظام دايت واخدت مجموعه من الناس مثلا، وقبل ما ابتدي التجربه قست وجبت وزنهم، ففي مجموعه كان وزنها ازيد لكنه غير دال، الزياده ديت هتخليه يستفيد من الدايت بتاعتك اكتر من المجموعه دي، من المجموعه اللي انت. يبقى اذا كان في علاقه بين القياس القبلي والقياس البعدي، فهذا ليس معناه ان الفرق ده هيميز المجموعه التجريبيه، لا، كمان هيخليها تستفيد اكتر من تجربتك، وبالتالي هيكون تاثيرها او هيكون الفرق اللي انت بتشوفه في النهايه فرق غير دقيق. خلي بالك من النقطتين دول، ولذلك مهم جدا 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 انك تعرف شكل العلاقه بين القياس القبلي والقياس البعدي في الدراسه بتاعتك. الخطا في المعالجه ديت خطا مركب، الخطا هو تجاهل الفروق اللي هيبني عليها احد المجموعتين، والخطا الثاني هو ان احنا بنتجاهل العلاقه بين القياس القبلي والقياس البعدي. طيب ايه الحل؟ الحل طبعا في حلول كثيره جدا. تعال اولا بس اكد لك من وجهه نظري كيفيه تاثير المعالجه. لو انا عندي مجموعه بهذا الشكل، مجموعه طبعا انا التقليديه بيقول ايه، يبقى اذا هو ده تاثير، احنا اثبتنا ان لا يوجد فرق بين القبلي صغير بس مش فرق، اذا الفرق بين القياس القبلي بين البعد هو ده. وفين تاثير المعالجه؟ هي تاثير المعالجه، لا يا سيدي الفاضل، هذا ليس تاثير المعالجه، ده مش من هنا لهنا، ليس تاثير المعالجه، ده في فرق صغير موجود اهو، قد يكون اكبر من كده وقد يكون لصالحك، قد تكون المجموعه التجريبيه بدات باقل من المجموعه الضابطه، ففي هذه الحاله هذا ليس تاثير المعالجه التجريبيه، تاثير المعالجه التجريبيه يوصف هنا. ايه الخط ده؟ الخط ده ببساطه ان انا قلت لو كانت المجموعه التجريبيه لم تتعرض للمتغير التجريبي كان المفروض ايه؟ كانت المفروض زيادتها هتكون خط موازي للمجموعه الضابطه. فالخط موازي كده، وبما انها بدات هنا، يبقى الخط الموازي هو الخط المنقط ده. يبقى ده حال المجموعه التجريبيه اذا لم تكن تعرضت للمتغير التجريبي لانها بدات ازيد. ويصبح في هذه الحاله تاثير المعالجه ليس لغايه النقطه السوداء دي، ولكنه لغايه هنا. طب ده اجيبه ازاي؟ ده اللي هنجيبه من خلال الجين سكور، من خلال الجين سكور. يبقى اذا ايه الخط الموازي ده؟ ده خط بيوضح حال المجموعه او النقطه التي هتنتهي عندها المجموعه التجريبيه اذا لم تكن تعرضت للمتغير ايه؟ التجريبي. وهو خط موازي لنفس الطريقه اللي تحركت بيها المجموعه الضابطه. ده فرض طبعا ان مفيش علاقه بين القياس القبلي والبعدي، لان لو في علاقه يبقى حرام نعمله خط موازي، ده يبقى خط حد عن كده، لان دول ما بداوش بنفس هذا الوضع. لكن عشان كده بقول ان هذه ليست الطريقه المثلى، هنشوف برضو طرق اخرى ولكنها طريق افضل بكتير من اللي احنا بنعمله. طب هنرجع مره تانية، يبقى اذا وجهه نظرنا او وجهه نظر الكتب والمراجع ان تاثير المعالجه هو هذا السهم الاسود. تمام، يبقى تأثير المعالجة هذا السهم، مش السهم اللي يبدأ من هنا لغاية هنا، لا، هذا الكلام غير صحيح، ما يبدأش من هنا كل ده، ده ليس تأثير المعالجة. وإلا حاطط المجموع، الجزء الزيادة ده لازم يتحذف من القياس البعدي، لازم يتحذف، ويتحذف إزاي؟ عن طريق الجين سكور، طريق الجين سكور. يبقى هذا ليس، أمال فين؟ هو الخط أحمر، الخط السهم اللي باللون الأسود، هو ده تأثير المعالجة وليس السهم التاني. طيب يتحسب ازاي ونعالج الموضوع ده ازاي؟ في عندنا طبعا طرق مختلفة لعلاج هذا الموضوع زي ما قلت، منها الجين سكورز، الدرجات المكتسبة، في حاجة اسمها الديفرنس ان ديفرنس، وهنبقى نعمل لها فيديو ديفرنس ان ديفرنس، الفروق في الفروق، وهنشوف ايه الفرق بينها وبين الجين سكورز، لان الديفرنس ان ديفرنس هي شكل من اشكال الجين سكورز لكنها اكثر تطورا، وما بتستخدمش اختبار تي تيست، اللي بتعتمد على الريجريشن، تحليل الانحدار. وممكن نتكلم عن انكوفا، الانكوفا هي الشكل الاعم والافضل، طبعا لو قلت ده لاساتذتي اللي هم قبل اساتذتك هياكلوك من ايه، مش عارف، هياكلوك من مناخيرك اللي انت بتقوله ده،
هو مفيش فرق بين القياس القبلي والبعد، ايه اللي خليك تستخدم انكوفا؟ انكوفا دي لو كان في امثله يا بس ايه انا ده مش اصنام جاهليه يا عم، اصبر يا عم، قريت يا عم، شوف يا عم، لا 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 محدش يفهم حاجه. لكن لو حتى لو مفيش فرق، حتى لو الفرق ده غير دال، طالما في علاقه بين القياس القبلي والقياس البعدي يبقى لازم نستخدم انكوفا. لازم لو الخطوط غير متوازيه، لو عملت تحليل انحدار وطلعت خطوط غير متوازيه لازم تستخدم انكوفا. في كمان بعض الكتب اضافت جنرال لينير مودلز، برضو هنبقى مضيف الكلام ده كله لعل وعسى حضراتكم تقدروا تنفذوا الكلام ده في الفصل. طب اختار ما بينها ازاي؟ زي ما قلت لحضراتكم، الرسم البياني، بعمل معادله انحداريه للمجموعه التجريبيه ومعادله انحداريه للمجموعه الضبط. لو كانوا متوازيين كده بس خط الانحدار ميله لا يساوي الواحد، يعني بيتا، شوف هنا بي للمجموعه التجريبيه، خليني كده اكبرها لحضراتكم شويه، هنا بيتا او طبعا احنا عاملين نفس القيمه، هنا البيتا وهنا نفس القيمه، فميل الانحدار واحد لكنه لا يساوي الواحد الصحيح، يبقى برضو انكوفا هي الصح. طب دول هم مشتركين في الانترسيبت وبيتا واحد وبيتا اتنين، انكوفا هي الصح. ده ايه يا جماعه؟ ده الانترسيبت بصفر، يعني متطابقين في نقطه البدايه، برضو انكوفا هو الصح. ودي طب متقاطعين، انكوفا هي الصح. طبعا شو قد ايه؟ طبعا الكلام ده كله مش هيعجب اساتذتنا، هيزعلوا مننا، يقول لك ايه اللي انت بتقوله ده، جبت الكلام ده منين؟ دي مراجع وكتب علميه وابحاث اكدت هذا الايه، هذا الكلام. خليني ارجع بس للجين سكور مره تانية، خليني ارجع للجين سكور مره تانية. يبقى ده بس بوضح لكم ان احنا لازم نرسم رسم بياني، يبقى لازم نعود نفسنا ان احنا نرسم علاقه ما بين القياس القبلي والقياس البعدي، لان هو ده المحك بتاعنا. انا مثلا في الداتا اللي هنشوفها مع حضراتكم دلوقتي رسمت دي بري تيست، اهو القياس القبلي، البري تيست اهو ده البري تيست، وهنا البوست تيست. رسمت رسم طبعا هنا الاكسبيرمنتال جروب والكنترول جروب، طبعا اللون الاحمر ده الاكسبيرمنتال جروب، واللون الازرق ده او الاخضر ده الكنترول جروب. شكل الانتشار لو حبيت اعمل مطابقه لهذا الخط يطلع شكله عامل ازاي، لو رسمت خط انحدار للاثنين لو انا عملت كده هبص في تقاطع ما بينهم. اذا خط الانحدار مش متوازي ولا ينفع تي تيست ولا ينفع الجين سكور، لازم في الحاله استخدم انكوفا. ده اللي بتقوله الكتب. لكن دي برضو مرحلة، احنا دلوقتي هنتكلم على الجين سكور، لكن بأكد ان الانكوفا هنا الافضل، وهوضح حضراتكم طبعا الانكوفا بتعمل ازاي، هنبقى نشوف من خلال الديف ان ديف ازاي بنعمل الانكوفا، هنشوف مع بعض وازاي ان احنا نتأكد من الكلام ده. طيب يبقى اذا الجين سكور بيتحسب ازاي؟ الجين سكور طبعا ده الكلام بتاع الكامبل اند ستانلي، كتاب اللي قلت لك هو اصلا شابتر في كتاب، ثم هذا الكتاب او الشابتر ده اتاخد وتم عمله في شكل كتاب كده كتيب، ثم طبعته عشرات المرات. كاتب ايه؟ يوز اوف جين سكور اند كوفاريانس، ده الموجود في الكتاب وغيره من الكتب طبعا. طب يا سيدي ذا موست وايدلي يوزد اكسبتبل تيست، يعني الاختبار اللي هو ايه؟ اللي هو most widely used acceptable test. most widely ده الاكثر انتشارا والاكثر قبولا، اللي هو ايه؟ compute for each group pre-test minus the post-test. وده سميناه ايه؟ الجين سكور، ان احنا نستخدم نجيب الفرق بين البري تيست والبوست تيست، مين اللي يجيب الثاني؟ طبعا الكبير يطرح من الصغير ولا الصغير يطرح من الكبير؟ تملي احنا بنحب الارقام الموجبه، فالكبير يتحط الاول ثم الصغير بعد منه عشان نبعد عن الاشاره. ولذلك دي بتحل مشاكل الناس اللي يقول لك انا عامل برنامج لخفض كذا، لخفض انت ما يهمكش، انت يهمك ده اتخفض، مين اللي حصل له خفض اكتر؟ فاللي حصل له خفض اكتر يعني حصل على جين سكور اكتر، وهيحل لك مشاكل في الكلام وهيحل لك مشاكل في حاجات كتير. ثم نستخدم تري تيست بتوين اكسبيرمنتال اند كنترول جروب اون ذا جين سكور، ده اللي موجود فين؟ في كامبل اند ستانلي، اللي هو الكتاب اللي هو لو سالت احدك طبعا احنا قريناه وشفناه وعملنا وكلام زي ادي جين، هو بيقول كده، كامبل اند ستانلي بيقول كده. طيب صياغه الفرض البحثي تبقى عامله ازاي؟ يقول لك توجد فروق ذات دلاله احصائيه عند مستوى 5% لو حبيت تكتبها بين متوسطي الدرجات المكتسبه للمجموعتين التجريبيه والضابطه، ده الفرض البحثي. طيب نختبر الكلام ده ازاي؟ طبعا الدرجات المكتسبه بتتحسب ازاي؟ الدرجات المكتسبه ادي مثلا الرسمه، بجيب الفرق بين المجموعه التجريبيه والمجموعه الضابطه، اسف الفرق بين
البوست تيست والبري تيست. طبعا هنا البوست تيست اعلى، فالبوست تيست يطرح من البري تيست للمجموعه التجريبيه، والبوست تيست ناقص البري تيست من المجموعه الضغط. الجين سكور هو ان انا اقارن القيمتين دول ببعض، اجيب الفرق ما، يعني بختبر دلاله الفوق ما بينهم. يعني ببساطه لو انت عملت كده زي ما انا بعمل كده، هيبقى الدرجات المكتسبه ادي الجين سكور بتاعها وللمجموعه الضابطه، وادي الجين سكور للمجموعه التجريبيه. هو ده اللي يخضع للتي تيست. هيتعمل ده ازاي؟ هوري لحضراتكم باستخدام برنامج الاس بي اس اس الكلام ده يتعمل ازاي، وهوضح لحضراتكم ان الطريقه اللي احنا ممكن نستخدمها قد تكون خاطئه، وقد توصليني أصل إلى نتائج غير مناسبة. طبعاً هنا أنا عندي زي ما حدكم شايفين في برنامج الـ SBSS عندي مجموعتين، مجموعة تجريبية ومجموعة ضبطة، تمام؟ ودي البري تيست ودي البوست تيست. وطبعاً الطريقة التقليدية بتقول إيه؟ خلينا نمشي بالطريقة التقليدية. الطريقة التقليدية طبعاً أنا بس أتأكد كده إن أنا أروح هنا هوت وأبص، فحلاقي الإكسبرمنتال جروب بواحد والكنترول جروب باتنين، ما تفرقش مين واحد ومين اتنين، وعندي البري تيست. طبعا الطريقه التقليديه بتقول لي روح عند انالايز بعد اتحقق من شروط تي تيست، اعتداليه وتساوي تباين والكلام اللي انتم عارفينه ده. اروح كومبير مينز وهختار طبعا اندبندنت سامبل تي تيست اللي هو ده، تمام؟ وعم جاي مدخل في الجروب هنا، وهقول له الجروب عندي قيمتين واحد واثنين، واحنا اتاكدنا ان واحد هي المجموعه التجريبيه، وعم جاي مدخل ده كده، مدخل اولا البري تيست مثلا يعني، وقام جاي قايل له اوكي. لو شوف في الاوبشن لو انت عايز تحسب المتوسطات او تحسب الكلام ده، وهنتظر النتيجه. طبعا انا دلوقتي عايز ايه؟ ده الطريقه التقليديه، الطريقه التقليديه اللي هي بتقول لي احسب البري تيست وشوف ان البري تيست متكافئ، عشان بس نشوف ايه الكونكلوجن اللي هنخرجه بالطريقه دي. طبعا هنا بيقول لي الاكسبيرمنتال جروب ب 1.5، خليني بس كده، ده الاكسبيرمنتال جروب متوسطه اعلى شويه من المجموعه الضابطه، لكنه هل هذا الفرق دال ولا غير دال؟ طبعا زي ما حضراتكم شايفين غير دال، غير دال. قيمه تي وتساوي التباين متحقق، طبعا الليفين تيست او ليفيني تيست متحقق، متحقق. يبقى اذا تحقق التكافؤ، خلاص يبقى اذا ده كانه مش موجود، مش ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ طالما ان القياس القبلي لا توجد فروق، يبقى نروح ننتقل لفين؟ ننتقل الى القياس البعدي واحنا مطمئنين. هذا هو الكلام التقليدي، ونشوف كده. هروح المره دي على كومبير مين برضو اندبندنت سامبل، المره دي هطلع البري تيست بقى، اقول له دخل لي البوست تيست. البوست تيست، طب بناء على البوست تيست هطلع لي نتائج نفس النتائج تقريبا، بس طبعا على البوست تيست. انا هنا بتكلم هنا البوست تيست، المجموعه الاكسبرمنت في 5.6 3.5. لو خدنا كده برضو، لو خدنا كده خليني اكبر لحضراتكم، نرجع تاني لفين تيست. طبعا لفين تيست برضو الشرط متحقق. طب قيمه تي اهي الكونكلوجن، لا توجد فروق، زاد دلاله احصائيه بين متوسط القياس البعدي للمجموعه التجريبيه ومتوسط القياس البعدي للمجموعه الضابطه. يبقى اذا نقبل الفرض الصفري، نقبله ان مفيش فروق، لأن قيمة السيجنيفيكانت هنا أقل الأكبر، طبعا هنا دي أكبر من 5%، طالما أكبر يبقى لا توجد دلالة. شو ده الكلام؟ إذا ده الكونكلوجن اللي حضرتك وصلت له، ده الكونكلوجن اللي حضرتك وصلت له، اتأكدت ده الإيه؟ الخط القديم، نحن الخط القديم، هذا الخط القديم خاطئ. طب نفترض إن أنا رحت بقى، طب عايز أعمل الجين سكور، أعمله إزاي؟ كل اللي احنا بنعمله ببساطه، هنرجع للداتا بتاعتنا وهنعمل عمود نحط فيه الجين سكور. احنا عارفين هنا البوست تيست اكبر، فبالتالي هقول له هنا انا ترانسفورم وروح كومبيوت فاريبل وهسمي متغير اسمه الجين، جين سكور، وام جاي اقول له ده البيست البوست تيست ماينس من هنا حتى ماينس البري تيست بس. ونوع المتغير ده ايه؟ طبعا ده متغير نيوميريك، عايز اديله ممكن اسميه كده الدرجات المكتسبه او الدرجه المكتسبه. الدرجه المكتسبه، اقول له كده كونتينيو اوكي. المفروض ان انا ارجع للداتا هلاقي فيه عمود اسمه جين سكور اللي هو العمود ده. والعمود الجين سكور ده المفروض ان هو يعني بيوضح لي الفرق ما بين، يعني مجرد طرح 2 و 32 و 123 128 يطلع القيمه ديت، مجرد طرح.
طب ده اللي هطبق عليه، ده اللي هطبق عليه التي تيست. هروح مره ثالثه، بس طبعا المره الاولى والثانيه انا كنت بوضح لكم الفكره، واقوم جاي شايل ده ومدخل الجين سكور بس، وهقول اوكي، وهروح انتظر برضو بس المره دي على الدرجات المكتسبه. ننزل كده بقى عند الدرجات المكتسبه ونكبر الشاشه. هنا طبعا الجين سكور المجموعه التجريبيه، الفرق بين القياس القبلي والبعدي 4.1 ودي 2.4. انزل هنا لفين تيست متحققه، برضو لفين تيست، خليني بس كده، لفين تيست هنا شرط متحقق، تمام، تساوي التباين متحقق. طب اذا خليني قيمه تي 2.2، مستوى الدلاله 39%، اذا في فروق ولا ما فيش؟ طبعا في فروق، نتيجه مختلفه عند 5%، عند 5%، فمستوى الدلالة عند كام؟ عند 5%. اللي عند مستوى 5%، لو حضراتكم معايا برضو نقعد في الجزء ده، لاحظوا ان مستوى الدلالة 39 من 1000، ودي اصغر من 5%، اذا توجد فروق. السؤال المنطقي، طيب الفروق دي لصالح مين؟ يعني ننتقل مباشرة الى المتوسطات ونشوف مين الجين سكور بتاعه اكتر، مين الجين سكور بتاعه اكتر. طبعا لو بصينا على الاكسبيريمنتال جروب هنلاقي ان الجين سكور بتاعها 4.1 تقريبا، بينما الكنترول جروب 2.4 تقريبا برضو، او 2.6. اذا الفروق يكون لصالح المجموعه التجريبيه. اذا الكونكلوجن هو ايه؟ ان توجد فروق ذات دلاله احصائيه عند مستوى 5% بين متوسطي الدرجات المكتسبه للمجموعة التجريبية والدرجات المكتسبة للمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية، لصالح المجموعة التجريبية، تمام. طبعا خدوا بالكم بس من حاجة، لما جينا نحسب الجين سكور، احنا لو احنا هنا في الجين سكور قلنا نطرح المجموعة التجريبية او درجات التجريبية من الضابطة. ليه؟ لان انا عندي هنا صفة ايجابية بحسنها، صفة ايجابية بحسنها، بينما نفترض ان انا بعمل تخفيض لسمه سلبيه، يعني بنعمل برنامج لخفض القلق، يبقى في الحاله دي نطرح القبلي من البعدي، يبقى الدرجات المكتسبه هنا بتبين ان مجموعه انخفضت اكتر، انا عايز اخفض، زي واحد بيعمل دايت مثلا، عامل برنامج للدايت، فيهمني مين اللي انخفض قيمه، يعني فقد وزن اكتر، يبقى الدرجات المكتسبه عايزينها دايما تكون موجبه. ولذلك مفهمين بحثنا جدا، لو انا هدفي تخفيض صفه سلبيه يبقى هطرح الجين سكور بتاعتي هي القبلي من البعدي، لو عندي صفه ايجابيه، صفه ايجابيه بعمل تقدير الذات، برفعه، التفكير الايجابي، التفاؤل، يبقى اذا حاجه الى البعدي نطرح منه القبلي، بحيث ان دايما الجين سكور تبقى قيمه موجبه، وفي نفس الوقت دايما اللي المتوسط الاعلى بيعني ان نتائج التجربه لصالحه. فلما يكون عندي صفة سلبية وأقول والله إن ده لصالح المجموعة التجريبية، معناها إن المجموعة التجريبية خفضت الصفة السلبية عندها بدرجة أعلى، أو إن أنا زي ما أكون كده فقدت وزن أكتر، فقدت جزء أكبر من القيمة من الإيه؟ من الصفة السلبية. ولو كانت قيمة إيجابية يبقى هي اكتسبت صفة إيجابية أو مقدار إيجابي أفضل. برضو هرجع مرة تانية للداتا، ولو إحنا بصينا للداتا نحس حاجة غريبة جدا. لو إحنا جينا في الجزء ده كده وبصينا، لو بصينا عن المين ديفرنس، احنا طبعا هنهتم بالسطر الاولاني زي ما احنا قلنا ان الفين تيست متحقق، فهنهتم بالسطر الاولاني. شوف الفرق مين ديفرنس طالع هنا بكام؟ ب1.6. المين ديفرنس في البعدي، في البعدي ب1.7، ومع ذلك في البعدي طلعت قيمه تي غير داله، قيمه تي غير داله، زي ما انتم حضراتكم شفتم اهي قيمه تي، ودي مستوى الدلاله 78 من 1. طب وهنا فرق متوسط، الفرق متوسطتين كام؟ 1.6، اقل من ده، ومع ذلك قيمه تي طلعت داله، لان هي ايه القيمه؟ طلعت مستوى الدلاله 39 من 1. يبقى لما كانت 1.7 تطلع مستوى الدلاله 78 من 1، يعني غير داله، وتبقى 1.6، يبقى مستوى الدلاله يطلع 39 من 1 تطلع داله. ايوه، السبب السبب هو الخطأ المعياري للتقدير. القيمة ديت الخطأ المعياري للتقدير، شوف هنا الخطأ المعياري للتقدير طالع بكام؟ لما كنا بنجيب الخطأ المعياري للتقدير الفرق بين القبلي
بين المجموعه التجريبيه والمجموعه الضابطه في القياس البعدي، الخطا المعياري الافتراضي 94 من 100. امال هنا الخطا المعياري للتقدير الفرق طلع كام؟ 74 من 100. طبعا ليه؟ لان خلي بالكم هنا الفرق هنا بين متوسط الدرجات القبلي البعدي للمجموعه التجريبيه ومتوسط درجات البعدي للمجموعه الضابطه، لكن هنا ده فرق الفرق. يعني انا جبت الفروق بينهم ثم الفروق دي جبت متوسطها وقارنت المتوسط. دايما الفروق فرق الفرق ده، عشان كده احنا قلنا الفيديو الجاي ان شاء الله في حاجه اسمها عندنا ديفرنس ان ديفرنس. يعني احنا جبنا زي ما احنا برضو اكدت في كلامنا لما قلت ان احنا جبنا الفرق بين التجريبيه بين القياس القبلي والقياس البعدي اللي هو ده، وبعدين ده الفرق الاولاني اهو، ثم قلت هل في فرق مره ثانيه، هل في فرق بين الجين سكور اللي هو يعتبر في الاساس فرق بين القبلي والبعدي وبين البعدي والقبلي حسب السم ما اتفقنا، هل في فرق في الجين سكور بين المجموعتين التجريبيه والضابطه؟ يبقى ده كانه فرق في فرق. ولذلك تملي احنا لما نطرح ده فاحنا بنخلص من اخطاء، وبالتالي بيحصل خفض في قيمه الخطا المعياري للتقدير، وده السبب الاساسي اللي خلانا ان احنا زي ما حضراتكم شفتم ان يطلع لي دلاله، بالرغم ان الظاهر ان فرق المتوسط هنا زي ما انا قلت 1.7 او 1 تقريبا و8 من 10، وهنا تقريبا 1.7 من 10. بالرغم كده لكن هو الخطا المعياري للتقدير هو الايه المختلف، او الخطا المعياري هنا للفرق يختلف عن الخطا المعياري للفرق. هنا حقيقه ده الخطا المعياري في فرق الفرق، عشان كده بقول في حاجه اسمها ديفرنس ان ديفرنس، لان احنا الاول حسبنا الفرق بين البعدي والقبلي ثم سالنا هل يوجد فرق في هذا اللي احنا بقى سميناهوش الفرق، سميناه الجين سكور، هل يوجد فرق؟ فلقينا ان في دلاله. خلوني بقى الخص في نهايه الفيديو ده، هو انا كنت عايز اقول لحضراتكم ايه. احنا في الفيديو ده اتكلمنا على طريقه من الطرق لتحليل النتائج البحوث التجريبيه اللي فيها مجموعه ضابطه ومجموعه تجريبيه وعندنا قياس قبلي وقياس بعدي. قلنا الطريقه التقليديه ليست عادله لانها بتتجاهل الفروق التي توجد في القياس القبلي، حتى لو كانت الفروق دي غير داله لكنها موجوده ويجب ان تؤخذ في الاعتبار. وان معظم الليتريتشرز اللي اتكلمت اكدت على فكره ان احنا في منافسه ما بين اكتر من طريقه. الطريقه اللي احنا اتكلمنا عليها الاولانيه هي الجين سكور، وشفنا انها ادت الى نتائج، بينما وبرضه اكد بينما ان احنا لو استخدمنا الطريقه التقليديه كان الكونكلوجن بتاعنا ان لا توجد فروق، وده سببه ان قيمه تي تيست او الدلاله بتاعت تي تيست طلعت اكبر من 5%. بينما زي ما شفتوا حضراتكم لما انا اتعاملت مع الجين سكور وجدت ان مستوى الدلاله اتغير واصبح عندي 39 من 1000، يعني دلنا عند 5%، وصلت النتيجة تام مختلفه تماما. وبالتالي مهم جدا جدا ان احنا ناخد بالنا من الاسلوب الاحصائي المناسب، خصوصا ان زي ما قلت دي مش وجهات نظر لكنها دي كلام موجود في ابحاث كتيره جدا اكدت على ان احنا ممكن نستخدم جين سكور. هنوضح الفيديو الجاي ازاي ان احنا في اختبار احصائي واحد، طبعا خلي بالكم انا قلت ايه، في جميع الاحوال سواء هستخدم الجين سكور او مش هستخدمهاش لازم تتاكد ان البري تيست اصلا ايكويفالنت، مفيش فروق احصائيه لكن احنا هناخدها في الاعتبار عند الجين سكور. يبقى وده اللي احنا اكدناه في المقاله اللي اكدت على هذا الكلام. اتمنى يكون الفيديو عجبك الفيديو اعمل له لايك، تعرف حد يستفيد بيعمل له شير. في جميع الاحوال اوعى تنسى تعمل سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.